عايزين نعرف فندم توفي امتى؟ النهارده الساعه 6 بالليل 19/9/2015 الساعه 6 بالليل حصلت الوفاه. طب اخر رساله كان بيوجهها ايه؟ بيتمنى الخير لمصر ولشعب مصر، و كان عايز يشوف اصدقائه وجد اصدقائه اللي هو بيحبهم معظم الناس يعني، واتصل بالتليفون طبعا اللي ما قدرش الناس عملت اللي عليها، العيله طبعا وقفت معاه ما سابوهوش، كانوا كلهم حوالينا في الفتره الاخرانيه ال 10 ايام الاخرانيين قبل الوفاه. ولما كنت في فرنسا اصدقائه في فرنسا طبعا ما تاخروش عنه، لما كلمتهم كلهم جم ووقفوا جنب ناس كتير وقفت جنبنا. حضرتك بعد معرض قسم معرض الافلام ان شاء الله انا عندي جميع الصور بتاعت فنان جميل راتب، وان شاء الله بوعد الجمهور ان انا اعمل معرض ليه وحط فيه كل الصور بتاعته. هل هيكون في عزاء ولا لا؟ هو العزاء هنا في بعد صلاه الظهر هنصلي عليه، وبعد كده العزاء كده خلاص، هو ما كانش عايز اخر يعني تدورت الامور وطلب في الاخر ما يبقاش في عزاء.